مرحبا. اهلا. بتحب تشرب معي كاس؟ طبعا. وكأنه أول مرة بتشوف بنت، لا يكون في شي غلط بشكلي يا حلو. أبدا، الغلط مو بحضرتك، الغلط فيني أنا، بس بتشبهي وحدة بعرفها لدرجة مو طبيعية، لهيك ما قدرت شيل عيوني. أنت خيبت لي أمل كتير يا حلو، الحقيقة كنت متخيلة شي تاني. أنا آسف. لا تزعل مني، عم بمزح معك، بس بصراحة عندي فضول أعرف مين هي اللي بتشبهني لدرجة مو طبيعية، مبين عليها انها مأسرة فيك كتير. مزبوط. في احتمال اني بعرفها شي؟ للأسف لا. دخلت بمواضيع انا مالي فيها وزعلتك مني، وشو لازم اعمل لحتى تسامحني يا ترى؟ ماني زعلان. كمان مشروب؟ ايه. بعتذر منكم. كأنه القاسي هون عقله مشغول زيادة بهالأيام؟ مو مهم، خلص ما رح يسكر المحل إذا انكسرت كاسة، مو هيك؟ بعدين انكسر الشر. أنت شو رأيك مجد؟ ما بفهم هي الأمور. مو معقول شو مهضوم. وانتي في شي حتى ناطرة هون؟ ابدا، بعتذر منكم. غنيتكم كانت حلوة كتير وكل الناس انبسطوا فيها. على فكرة انا قلت لكل رفقاتي اني بعرفك منيح، وهن كمان معجبين بفرقتك. صحيح هاد رفيقك اللي بغني معك رقصه كتير حلو، بجنن كتير. لي ما بتفرق ابدا، بكون اللي بدك اياه، اذا نيفين نيفين، واذا شيرين شيرين. انت مانك نيفين ولا بتشبهيها، ما حدا بياخد محل نيفين. ولا مرة تاخذ محل نيفين. اجدى غرفة الخانم جاهزة؟ جاهزة. خدوا إيلين خانم على غرفتها. من بعد إذنك بدي روح لعند مراد بيك، لازم حدا يهتم فيه، بيكون متوتر. روح أنت، أنا هون.
شو بك؟ شو صار لك؟ أنا